الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شكر الله تعالى للشيخ شهاب عوض هذه الكلمات النيرة طيبة والأدلة القوية اللي ذكرها في المسألة. وأنا حقيقة استوقفتني كلمات في كلمة الشيخ شهاب وكلمة الشيخ محي الدين، فأعلق عليها وبعدين أضيف نقاط زيادة بسيطة إن شاء الله من عندي. أولا، في كلمة الشيخ محي الدين ذكر مسألة التنافس في الخير، وذكر أنه هذه المسألة عبادة، فاستحضرت فيها فائدة قيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التنافس. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الرهان في العلم. الرهان ده يا أخواننا أصلا ما بيجوز في غير العلم. الرهان ده يعني شنو؟ مش بي احنا بنسميها بعاميتنا كده، بنسميها الشراط ولا الشراط. يقول لك اسمع الحاجه دي كده، انت قولك شنو؟ انا قولي ما كده، انا قولي كده. تدفع كم؟ ادفع 100، انا بدفع 100 لو كانت كده. البيبقى كلامه صح، يشيل شنو؟ يشيل القروش. هذا نوع من انواع الميسر، هذا نوع من انواع الميسر. ولكن ابن تيمية يرى أن هذا جائز في طلب العلم. تتناقش اثنين في مسألة من مسائل العلم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الآية دي في صورة شنو؟ ويقول لك في النساء. أنت تقول ليه في البقرة؟ تدفع كم لو طلعت في البقرة؟ أدفع كده، أنت تدفع كده، خلاص تطلع في البقرة شيل 200 كله. هذا يرى شيخ الإسلام أنه جائز، واستند على الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني الرهان والسبق ما بيجوز إلا في الثلاثة دي. الناس يتراهنوا لو كانت الهدية موضوعة من المؤسسة برا ولا من الشخصين، بيجوز يتراهنوا في الأشياء الثلاثة دي اللي هي الرماية وسبق الخيل اللي هو الحافر وسبق الإبل اللي بيسموه الهجن وهو الخف. قالوا لأنه الثلاثة دي بدعين على الجهاد في سبيل الله، الثلاثة دي تعين على الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية: والقياس يقتضي أن يجوز ذلك في طلب العلم، لأن الإعداد بالعلم أقوى من الإعداد بشنو؟ بالفرس والخف والحافر والنبال وغيره. فعشان كده دي أخواننا مسألة الناس يتنافسوا فيها في طلب العلم وفي نشر العلم. اثنين، برضو ذكر فائدة جميلة في مسألة التنافس، أنها لا تقتضي أن تهضم جهد من سبقك. أنت اجتهد وشد حيلك، وقد ربنا يجعل البركة فيك أنت أكثر من شيخك. أعرف المعلومة دي، قد ربنا يجعل البركة فيك أنت أكثر من شيخي. عشان كده شد حيلك، لكن ده ما معناها إنك أنت تهضم حق من سبقك. فأذكر فيها في مقدمة ألفية ابن مالك. وابن مالك رجل سلفي وعالم من علماء اللغة، وبعدين قباله كانت في ألفية لابن معطي رحمه الله. فأول ما بدأ الألفية وبعد ذلك ألفيته بقت واسعة الانتشار وأنفع عند الناس وأبقى وأذكر حتى اليوم. فقام قال: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بوعد بلفظ موجز، وتبذل الوعد بلفظ موجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. قال أنا ألفيتني ماله؟ فائقة ألفية ابن معطي. لكن شوف الضحك كيف،
قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بعد ما وراك انه الفتو دي احوى في النحو واوسع من الفية ابن معطي، لكن قال لك شنو؟ هو سبقني وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة. عشان كده سبحان الله، شوف النفوس دي لما طابت في العلم ربنا رفعهم. الان انتوا بتعرفوا الفية ابن معطي صح؟ لكن الفية ابن مالك بتعرفوه. طيب الحاجتين برضو استوقفوني في كلام شيخ شهاب، أجيهم بعدين في مواضيع من الكلام. نقطة أولى يا أخواننا مهمة، الأصل في الدعوة أن تسكت إلا بعلم. الأصل ده خدته معك، الأصل في الدعوة أن تسكت إلا بعلم، ما تفتح خشمك إلا بشنو؟ إلا بعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب لو ما عندك علم تعمل شنو؟ تسكت. لم خشمك عليك؟ ده الموضوع كده. إذن يا أخواننا، إذا تقرر عندنا هذا الأصل فنحن نرجع إليه متى ما تنازعنا. شوف انت لو وقفت قدامك مسألة من مسائل العلم شكيت فيها، ما عارف تقول فيها شنو، ترددت، نرجع للأصل يا اخواننا انه شنو؟ ما تتكلم. سمعت بموضوع في البلد، طوالي مسكت موبايلك في الشاحن والشاحن جنب ضانك خاتيه وركبه، طوالي مسكت موبايلك ده تكتب، عندك علم في المسألة دي انت؟ اسأل نفسك عندك علم؟ لا. أو عندك علم لكن والله كلامي أنا ما متأكد منه يا أخي، قد يكون مو صح. ها؟ الأصل شنو؟ ما تكتب، رجع الموبايل في محله. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تمشي تتكلم سايل. طيب اثنين، الداعية لابد أن يعلم من يخاطب وأن يدرك مكر الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. ليه قال له كده؟ أيوة، عشان يكون متهيئا لمن يخاطب. اثنين، لابد تعرف مكر الأعداء. السيرة دي يا أخواننا الناس بيقولوها باعتبار قصص كثير من الناس، لكن السيرة هي الإسلام العملي. السيرة ليست مجرد قصص تروى وحكايات يتندر بها الناس ويقضون بها الأوقات ويفرقوا بها، لا أبدا. السيرة هي الإسلام العملي. كويس، لو لاحظت لوضع الدعوة في مكة كان كيف؟ انتبهوا للمسألة دي مهمة جدا. وضع الدعوة في مكة كان الصراع بين الحق والباطل واضحا. الصراع كان شنو؟ كان واضحا. طيب الصراع كان شنو يا اخواننا؟ كان واضحا. هل كان في نفاق في مكة؟ ما كان في نفاق في مكة. النفاق كان وين؟ في المدينة. أيوة، إذن نفهم من ذلك أن الدعوة أيام ما تكون مستضعفة الصراع يكون على ما كان عليه الوضع في مكة. ما تقول لي خلاص لا العهد المكي ده انتهى، لا 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 لا،
ابن تيمية يرى أن السيرة لا تتناسخ. يعني شنو ما بتتناسخ؟ يعني ما عندنا عهد مضى وانتهى، لا، نحن نحتاج إلى فقه مكة متى ما كنا مستضعفين، ونحتاج إلى فقه المدينة متى ما كنا أقوياء، كويس، ونحتاج إلى سيرة الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم متى ما تباعد العهد بيننا وبين العلماء. أي بلد الناس ما عندهم فيها عالم كبير يوجههم بيبقى وضعهم أقرب إلى العهد ما بعد عهد الصحابة، لأنه مات أهل العلم، والصحابة هم أهل العلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا؟ قال آنف، الذين أوتوا العلم منو؟ ذي الصحابة. لما مات أولو العلم الصحابة وتباعدت الفترة بين أهل العلم وبين من بعدهم، كويس، وقع وضع بنحتاج له ونحن في وقت ما. عشان كده شوف السيرة دي انت ما تقراها وانت مطنش ساي، اقرا بفهم. في المدينة قوي الإسلام واشتد عوده وعلى صوته، فكان أسلوب الأعداء التخفي. انتبه للنقطة دي، أسلوب الأعداء التخفي ولباس ثوب الإسلام. الأعداء طوالي ملصوا جلابية بتاعت شنو؟ اليهود، ولبسوا عمة الإسلام. ابن سلول بيخطب في مسجد رسول الله ويعظ الناس، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ده لما يلقى نفسه مع ناسه، ها، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن. شوفوا نحن في هذه الأيام ربنا منا سبحانه وتعالى على هذه الدعوة وقهرت الأعداء وأسكتت صوت الباطل، والناس انهزموا في مناظرات ومناقشات، ومواقف الدعوة الثابتة فيما يتعلق بفتن البلاد جعل لها أقداما راسخة، وجعلت صارت حط أنظار لكثير من الناس ومواطن مطامع للكثيرين. وبالتالي أعرف سيتحول الأعداء من المواجهات المباشرة إلى لباس ثوب الدعوة. أي زول بيعمل لك فيها داعية، في واحدين أنا بعرفهم تب صفحاتهم في الفيس فلان ابن فلان الداعية، هسه صفحاتهم اسمها بقت الداعية، والله أنا بعرفه، لا عنده علاقة بالدعوة، لا شغال بيها، لا مقتنع بيها، وعدوا لي أنا اللي بعرفه أنا بس أكثر من 15 سنة قلبوا صفحاتنا اللي يومين دي الداعية. واحد يعمل لك جروب في الفيسبوك يسمي لك دعاة التوحيد، وهو خازوق كبير، لا توحيد ولا عنده بو شغلة. ولهذا يا اخواننا الداعية لابد ان يكون فطنا. انت الداعي ده ما بيحفظ لك كلام في ورقة ويجي يقرا للناس، لابد تكون فطن وذكي وتعرف مكر الاعداء. الان الخطر عليكم، ما في صوفي يجي يقول لكم ها اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلات فقل يا عباد الله احبسوا. الشوف هذه تحفظتوها والرد عليها، وفي حسان ابن معروف السمرقندي وضعفوا الذهبي في ميزان الاعتدال حافظنا، بيقوم عليه واقرب سلف صغيروني جضع لاسه بيطقطقوا الموضوع منتهي. ده ما حيكون اسلوب الاعداء. لكن انت ما تتخيل انه خلاص جيم اوفر، لا، اسلوب العداوه تغير. اسلوب العداوه الان زي ما ذكر اخونا الشيخ مزمل
قال بيتحول الأعداء إلى تبني المنهج السلفي والزيادة فيه. شفت الشغل بيكون كيف؟ بعد الجماعة البرة ذاته بيجوا جوا وبيخشوا معاك في ضمن دعاة الحق بالمسمى وبالجلابية البرة، ويزيدوا في المنهج السلفي غلوا، والشيطان لا يضره انه انت طلعت به جاي ولا طلعت به هنا. في النهايه دارك تطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك من كان قبلكم الغلو. هيجوا يعملوا لك فيه جرعات زياده وما من منهجنا. طيب لو سالتني العلاج شنو؟ نمره واحد، اعرف منهجك، اعرف منهجك. لو ما عرفته اي زول بغشك، ما بيكتبوا في الفيس انت شايفه، بيخط لك صوره بعمه ودقن، ها، وبيكتب لك دعاة التوحيد ولا المنهج السلفي ولا الدعوه السلفيه 1 و2 و3، ها، هذا كاتب لك انت طوال، بتجي بغباك جاري على خشمك بتتكون فيها، ما جايب خبر. لكن انت لما تعاين الزول السلفي ده ما انت عارف منهجك شنو، عاين في الكلام اللي بيكتبه الزول ده، هل بيشبه السلفيه؟ في احداث مرت قريب واحد وصف لنا اسماته، قال وهؤلاء ديل عباد القبور، تكلم لي عن اربعه انفار باسمائهم، قال هؤلاء عباد القبور. انت عارف انا لما قريت الكلام ده قلت لهم ده من الخوازيق، لأنه نحن كسلفيين منهجنا منضبط في التكفير. نحن منهجنا منضبط، تكفير الأعيان ده ما شغلنا نحن. نعم نكفر من كفره الله، كفر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قامت عليه الحجة، استوفت الشروط، انتفت الموانع، حكم عليه أهل العلم بالتكفير بكل الخطوات دي كلها حكموا عليه، نعم نحن بنرى أنه كافر. لكن كونه في الفيس وواحد يعني ساي بس هو ما اظن جزء عام ما محافظه طوالي كافر، قال يا زول. طبعا الناس ما فرزوا، الناس العامه البرة، لكن انت مفترض تفرز انت. طيب تلقى واحد سلفي عامل الله يجتهد، انت درويش؟ درويش انت؟ تعمل الله يجتهد شنو؟ اعرف منهجك، هذا مو منهج اهل السنه، ده ما منهج اهل السنه والجماعه. فاول نقطه تعرف منهجك وتدرسه، والمنهج ده بيتعلمه ما بينزل للانسان من السماء. نحن لسنا صوفيا ندعي العلم وحي من الله، لا، العلم ده تقعد له وتدرسه تتعلمه تعلم، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. العلم ده تتعلمه، لكن كونك انت قاعد هناك في اخر الدنيا وعامل فيها تغيان ومفتري، والعلم ده انا ما بجيه، ويقول لك الوسائل اتطورت وانا بفتح موبايلي بتعلم، ما حتتعلم ليوم الدين، اكلمك ما حتتعلم. ومكتبتك الراسيه في البيت دي قايل انه ده علم، ده ما حقك انت، ده كتاب التوحيد حق محمد عبد الوهاب، وفتح الباري ده بتاع ابن حجر، ما حقك، ما تغتر. العلم تجي تطلبه في مظانه. طيب اثنين، ان تعرف ان الدين قائم، الاسلام ذاته كله قائم على تقدير المصالح والمفاسد، الدين كله. في ناس طبعا من ما تقول المصالح والمفاسد فعندهم الشريحه المركبه من زمان دي بتاعت انه ده البرنامج بتاع الحزبين، تقول له مصالح ومفاسد يقول لك في كلام، ولا انا عليك الله يا اخي، دي ذاتها تضيعوا بها الدعوه يا زول، دي ما تضيعوا بها الدعوه، ضيعوها بالفقه الغلط، الفقه الغلط في المصالح والمفاسد، لكن ما في تقديرها. السعدي قال والدين مبني على المصالح في جلبها
والدرء للقبائح، فإذا تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. دي مسألة مقررة في الشريعة، كويس. الدعوة دي يا أخواننا، إنت لو داير حاجة مثلا تقول لي الموضوع ده أنا ما فهمته، وده لي حاجة قدر فهمي، بس حاجة بسيطة قدر فهمي، أقول لك إنت أشتغل دعوة قدر فهمك. فهمك شنو؟ إنه أنا بعرف دعاء غير الله شرك، والصلاة واجبة، والخمر حرام، وعندي دليل علي واحدة من الثلاثة دين. أمشي في الجامع وقول اللون واسكت أمشي، ده حدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، ده الحاجة الظاهرة المعلومة دي أمشي تقولها للناس، وبينهما أمور مشتبهات ما بتعرفها أبعد منها. ما تكلف نفسك، ده لو أنت موضوعك ما فاهم. لكن الناس اللي بيعملوا لخبطة ديل أنا ما بعتبرهم ما فاهمين، أنا بعتبرهم فاهمين فاهمين، لكن ده اللي لخبطوا عليك أنت وأنت ما جايب خبر. ديل بجيك لهم بعد شوية. مسألة المصالح والمفاسد يا أخواننا أدلتها كثيرة، ودارين شيخ مزمل شايفه جاء وأصل المقام حقه يعني، لكن بعدين إن شاء الله يجي يدينا فيها مزيد كلام. بس ده أذكر لك فيها حديث واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع للأيدي في الغزو، لا قطع للأيدي في الغزو. قطع الأيدي ده بكون في شنو؟ في السرقة، مش كده؟ طيب الناس طلعوا الجهاد وفي زول من المسلمين سرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد ما يقطعوا يده. ابن القيم قال الحديث ده من الأصول في مسألة التقدير المصالح وشنو والمفاسد. ليه؟ قال لخوف لحوقه بالعدو. هو زول معاك مسلم وبكاتل في جيش المسلمين، لكن نفسه سولت له ماله سرق، لو قطعت يده هيعمل شنو؟ بيمشي بيقلب عليك. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأنه يعني تحتمل المفسدة دي، ومن أدي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النقطة دي من أديه لخوف مفسدة أكبر منه. ابن القيم قال وغيرها، غيرها شنو؟ الزول ده هو حرامي، هاي حرامي وسارق، مفترض يقطعوا يده، لكن في الوقت ده هو ممكن ينكالق عدو، والعدو جايك داك ما حرامي بس، داك حرامي وسراق وكافر وملعون ويش اخير لك السارق ده ولا داك؟ خليك حرامي ولا الكافر؟ اخير لك حرامي، خليه بيده دي، يقعد بيده دي وحراميك ومعاك وبكاتل الكافر خليه لحد ما بعدين ها انتهي الموضوع والامور تروق. عندنا حسابات معه في الحله، بعدين في الحله بعد ما نرجع عندنا حسابات مع حرامينا لما الامور تروق. لكن في وقت الفتنة زي دي وفي وقت الحرب الحرامي ذاته احنا محتاجين له، بس الا لو بقى مشرك، لو شرك لا ما بقى زي ذاك، ما فريق ثاني، ما بقى هو ذاك واحد كان ده يلحق بون ولا يلحق بون. لكن ما دام هو مسلم فبي سرقته دي اخيرا يكون قاعد معانا، ما يتحول لعدو من اعدائنا، كويس. فدي مسألة يا اخواننا تقدر، عشان كده بتمر عليك احداث في الدعوة دي، انت بتشوف منكر قدامك، بتشوف منكر لكن ما بتنكر. ليه؟ لأنه بترتب عليه شنو يا اخواننا؟ مفسدة أكبر منه، بترتب عليه مفسدة أكبر منه. الهجر ده مش من الدين، كونك تهجر الزول من الدين ولا ما من الدين؟ طيب أبوك بتهجره؟ لا ما بتهجره. أكان بقى لابس صبيطة بتاعت حجبات بيجيب لي الغداء وتجيه وكده، كيف يا ابوي واخبارك شنو؟ ان شاء الله كويس، وتتونس معاه وكده لحد ما يوم تلقى لك فرصه تقول له دي شنو يا ابوي الصبيطه دي؟ تتفاهم معه وقال لك قوم يا ولد على حيلك، تقوم تفوت تجي وراجع ثاني بعد اسبوع تلقى رايق بيشرب في القهوه، يا ابوي والله الموضوع ده ما تذكر موضوع اليوم ذاك يا ولد، انت لسه ما استعدلته
تمشي وتجي وراجع ثاني، ما بتهجره. ليه؟ لأنه هجران الوالد منكر كبير، ده منكر كبير يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا شنو؟ ما بتطيعوا في الشرك. أها، وبعد ذاك وصاحبهما في الدنيا معروفة. فدي يا أخواننا مسألة لا بد من تقديرها. عشان كده الدراويش اللي بيتكلموا في الفيس ويقول لك لا، ونحن طبعا دعاة حق ولا بد من قول الحق، بالله أي وقت الحق ده بيقولوا طوالي كده في أي وقت. لا، في أوقات من الحق ذاته إنك أنت ما تقوله، أسكت، لأنه بترتب عليه شيء أكبر منه. طيب، شيخ شهاب ذكر في كلامي، قال: لا تكن أول الخائضين. ما سمعت لك بموضوع طوالي أنت ماشي تكتب، خاصة يا أخواننا فيما يتعلق بالنوازل. بلدنا دي نحن الأيام دي يومي في شكل جديد، ممكن تصبح بكرة في ثورة، كويس؟ ممكن نصبح عيش ما في، أكل ما في، مجاعة، أي شيء ممكن يحصل متوقع. أنت ما تبقى أول الخائضين، طوالي أنت بس رفعت تلفونك ودار تكتب. أقل لها أنت لو زول بتحترم العلم، شوف أخوانك من القدوات لك والناس الأكبر منك سنا والأكثر منك علما، شوفهم كتبوا شنو وشيل كلامهم ذاته ونزله، ده لو أنت حريص على رقبتك. لكن الزول مما تلقاه أصنج وماشي يكتب براو، أنا عندي واحد من اثنين: يا زول درويش وده مفترض يتعلم، وكان كتره شفتها بتنجم. قصوا الدعوة دي يا أخواننا، يعني أنت بتتحمل خطأ أخوك، لكن لا يمكن أنه أنا أتحمل يكون عبئي علي وخسارة على الدعوة. أتحمل أخوي ورفعه بهنا وصلحه وجر لي جلابته بجاي وصلح لي عمته وكده، لكن أنا لو لقيته طوالي هو أصمج ودرويش، ده معناه يستحيق نوع من التأديب شوية، ده لا قرصة، قرصة سمحة كده تخليه يستعدل عشان ما يدروش بينا تاني احنا، لأنه دروشتك محسوبة على غيرك، محسوبة على الدين، وممكن تطفش ناس من الإسلام، عرفتها؟ ده كويس. النوع الثاني داك ما هو ما مش ما فاهم، داك فاهم وعارف بيسوي في شنو، واصلا صفحتي ذات صممه عشان يجوط لك شغلتك انت. انا دايرك انت تكون فاهم، تعرف تتعامل معه كيف. اول حاجه من الاشياء اللي انا براها مهمه في الوقت ده، بكلمك بصراحه جدا، اي حساب مجهول في الفيسبوك ما تتعامل معه، اي حساب مجهول ولا مجموعه مجهوله الهويه. يقول لك الدعوه السلفيه بالسودان، انت منو؟ يقول لك انا الدعوه السلفيه بالسودان، ما تتعامل معه. شوفوا يا اخواننا، معلش ممكن تكون في صفحات حقاتكم بالعناوين اللي انا بقولها دي، انا بطقش لك كلها الليله دي، بس اعرف دي انا ما بعتبرها مرجعيه. يقول لك صفحه دعوه التوحيد بالسودان ودعاة التوحيد 1، شوف اي صفحه باسم الدعوه، سيده خليني نزل لنا اسمه الكت السماء بابوه، الاسم السماك بابوك اكتبه، عشان لما تكتب لك كلام يبقى منسوب لك انت، ما منسوب للدعوه السلفيه، لك انت. ما تقول لي محبي الشيخ مزمل الفقيري، قال لك حبه هنا منو؟ امشي حبه غادي غادي، ما تحبه لنا في الفيس. الحب ده في قلبك وبينك وبين ربك، ومن السنه تقول له اني احبك في الله، ده اللي احنا بنعرفه، لكن تحبه لنا في الفيس نحن بننجمك. ماذا ما بعرف انا حاجه اسمها محبي اداب، محبي محي الدين، حبوا هناك في العزوزات في عنده بيته هناك. كويس؟ لكن لخبطه باسم الدعوه دي ما بتنفع. ما تقول اي مجموعه، لا فيديوهات فلان، فيديوهات ابو بكر اداب،
وفيديوهات ما تعرف احمد البدوي. شوف انا بعرف احمد البدوي يجي يكتبه عشان انا بعدين ذاته ادي الكلام موثوقيه. لما يجيني كلام هسه كاتبه مزم الفقير، ما خلاص ده كلام بتاع ذو الشيخ بدليله. كان ما اداك دليل بدق له تليفون بقول لك كتبت لك كلام في الفيس والكلام ده دليله وينه؟ احنا ما نعرفه. ادينا دليله شنو؟ بيديني ليه بتعلم. لكن انت بتقول تقول لي محبي، المحبين ليه منهم؟ ها وينهم؟ وقاعد وين؟ وس انا كان داري استفسر من الكلام ده ارجع لمنه؟ للمحبين؟ وينهم؟ يا ناس هي لعبه؟ وينهم المحبين ديلهم؟ ها؟ ارجع لروضة المحبين ونزهة المستغلين ولا شو؟ الحسابات المجهولة دي عبارة عن أفخاخ ومصائد للعب الدعوة. شوف من هسه أنا بكلمك، أي كلام لقيته أنا كاتبه باسمي عديل عندي صفحة اسمها أبو بكر آداب، كاتبه لك أنا بصفحتي ده حقي. أي زول جا قال لك وهذا وجدناه في فيديوهات أبو بكر آداب، أنا ما عندي فيديوهات، أنا عندي أبو بكر آداب، أنا أبوي ما سماني فيديوهات. ما سماني فيديوهات، سماني أبو بكر. عرفت؟ أي زول يخش بحسابه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خش بحسابك باسمك اللي إحنا نعرفك به. طيب بعد ذاك مسألة المجموعات دي قد يكون فيها خير، فأنا من باب الاقتراح اقترح عليكم، يعني أنت لو دار تعمل مجموعة أضيف لك فيها ناس من الناس اللي دار تدعوهم أنت للخير وكذا، ومن أهلك ومن أقاربك، يكون فيها تواصل بيناتكم وصلة رحم وكذا وتعارف، وبعد ذاك تلز لهم الدعوة دي بتكون أنفع. لكن أنتم المؤمن لكم شلة 30 نفر وتلقاهم قاعدين في صالون واحد وخاشين المجموعه، ده مش ده يا عزام هسه وقاعدين في صالون سوا، بدل اي واحد يقول لك كلام للثاني ورايح رقبته ويوفر رصيده تلقاه قاعدين بيكتبوا ها ويتغالطوا فيه ويفتوا. يا اخوان الكلام ده ما بيجوز والله، والله عيب، والله ما بيجوز. هذول يتصدر لفتاوى ها ويتبنى له كلام يعني وعداوات وغيره من الكلام الكثير، ده ما بينفعكم بشيء. اعملوا مجموعات لاهلكم وانشروا فيها، دار تسميها اولاد ام روابه، احنا ما عندنا معاك قضيه ها، شباب المحيريبه، سمي شيء، لكن الدعوه دي ما تسمي بها انداندي ها، سمي انداندي حقت ناس محيدين ده، انداندي معناها شنو؟ اهلنا سمي انداندي حاجه يا اخواننا تبقى هي صفة رسمية تعبر بلسان دعوة الله سبحانه وتعالى، ما سووها ده كلامي أنا. تبقى صفة رسمية تعبر عن الدعوة، وقد يكون الجوة قاعد فيها ده يا أخي ما درس أي حاجة يا أخي، ما تعلم، ونبقى نحن ده شغال يسوي له في درس وشيخ مزمل ويجيب في الكتب ويقرأ الليل والنهار ونجد ندي في محاضرات، ويبقى الناطق الرسمي بتاعنا جانا صغيروني عمره 12 سنة شاتح براءه جنب المكيف وبيكتب، ده الناطق الرسمي عننا. هي مهزلة ولا شنو انتوا قايلين؟ مهزلة وملعبة. نفتح الدعوة يتكلموا باسمها من يسوي ومن لا يسوي والعدو والصديق كلهم يكتبوا؟ لا ابدا، اعرفوا المعلومة دي، ابدا ما بنقبل كلام زي ده. اكتب باسمها السماك بابوك، ما عندنا معك شغله، بعدين جبت لك كف وجيب لنا رقبتك ها، جيب لنا رقبتك وعد، احنا بنعاين فيك باسم ابوك ذاته بنعاين، بتكتب في شنو؟ ما بنخليك، ما جزء من مسؤوليتنا زي ما نحن بنجي ندرس الكتب ها، جزء من مسؤوليتنا انه نعرف الساحه دي فيها شنو، والبيع بث باسم الدعوه منو، دي مسؤوليتنا نحن. انا اجي اعلمك ساي وارقد في البيت وانت تجي تسوقني من اواني وترمينا انا في حفره وانا اكون ما جايب لها خبر؟ لا، انت طالب علم تأدب بأدب العلم، وأدب العلم ده بالكتاب والسنه، ما جبنا لك حاجه من عندنا ولا شغل تنظيم، ولا عندنا تنظيم ولا عندنا ولايه عليك ولا عندنا اي شيء عليك. يا اخي اكتب باسمك، انت بكره كان كتبت انا لا اؤمن بالله ها،
نحن بنرد عليك بالكتاب والسنة. عندنا معاك أكثر من كده؟ ما عندنا معاك أكثر من كده. بيننا وبينك الكتاب والسنة. لكن يا أخواننا تبني اسم الدعوة هو من أساليب الأعداء. من أساليب الأعداء. فالناس تعمل حساب من الموضوع ده وتراجع شغلتها تمام.